أعزائي المشاهدين، نتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن أحد الأعلام الكبار الذين تركوا إرثا من الذكريات، ليس في مدينته وعاصمة حكمه وإمارته، وإنما في بغداد أيضا. ذلك هو الأمير البهدناني إسماعيل باشا الثاني بن محمد الطيار، المعروف محمد الطيار. إسماعيل باشا هذا الثاني سمي ثانيا لأنه لقب بهذا اللقب، لأنه هناك من تقدمه ويحمل اسمه. هذا الرجل كان أميرا وراثيا، تولى حكم إمارة بهدنان وعاصمتها مدينة العمادية، وكان له شأن مهم في الدفاع عن حكم إمارته في ظروف صعبة انتهت بالقضاء على هذه الإمارة. كانت الدولة العثمانية قد قررت في عهده في مطلع القرن التاسع عشر، في الثلث الأول من القرن التاسع عشر، كانت قد قررت تصفية الإمارات ذات الحكم الذاتي، ذات الحكم الشبه المستقل في الدولة العثمانية. كثيرة كانت تلك الحكومات شبه المستقلة، يعني منها حكومة المماليك في بغداد وحكومة الجليليين في الموصل وآل العظم في دمشق، وكانت هذه هي طريقة الحكم في ذلك العصر، أشبه باتحاد فيدرالي بين مجموعة من السلالات أو الحكومات المحلية. ولكن الدولة العثمانية قررت في مطلع القرن التاسع عشر، بعد أن لحقت بها الهزائم حقيقة في معارك وفي حروب مع روسيا خاصة، قررت تصفية هذه الحكومات، وكانت إمارة بهدنان واحدة من الإمارات التي جرى الاتفاق على تصفيتها. وهذه الإمارة حكمت نحو 650 سنة، يعني إمارة عريقة وامتدت بها الأحقاب لفترات طويلة، وعانت ما عانت من تغيرات العصور، ولكن ونجحت في أن تتغلب على كثير من التحديات والظروف وأن تبقى. ولكن في مطلع القرن التاسع عشر كانت الظروف الدولية قد تغيرت، وكان هناك يعني شعور عام بأنه آن الأوان للعودة إلى الحكم العثماني المباشر والقضاء على تلك الحكومات المحلية. وشاء القدر أن يكون إسماعيل باشا هذا هو من تولى أو من واجه تلك المتغيرات الخطيرة التي أخذت تعصف بإمارته بل وبالمنطقة ككل. يعني معلوماتنا عن حياته الأولى أيضا كالعادة هي قليلة. أولئك الأمراء كانوا يعرفون ويدون المؤرخون شيئا من سيرهم بعد أن يعني يبرز لهم دور ما في الحكم، إنما في المراحل الأولى يعني يسكتون غالبا. كل الذي نعرفه أنه برزت قابلياته في الحكم في حياة أبيه اللي هو محمد طيار باشا، وبحيث أن أبوه ولاه حكم بلدة أو قلعة عقرة، العقر القريبة، وكانت هذه يعني قلعة مهمة ومرتكز أساسي من النواحي العسكرية والإدارية في الإمارة، فحكمها مدة من الوقت. وحينما طالب أخوه محمد سعيد بالإمارة، إمارة بهدنان، انضم إلى أخيه و يعني شكل معه حلفا ما في تلك الظروف. يعني أثبتت هذه الحوادث القليلة على أنه كان حاكما كفوءا وقائدا عسكريا، ولكنه واجه هذه المرة أو مشكلة جديدة، وهي محاولة أمير سوران اللي عاصمته راواندوز، محاولة هذا الأمير أن يتقدم يتمدد على حساب إمارة بهدنان، كان هذا تحديا محليا له. وفعلا حاصر الأمير محمد بك الراواندوزي المعروف باسم ميراكور أو ميراكورة، حاصر مدينة العمادية، وتمكن بعد جهد كبير أن يتغلب على صمود هذه المدينة. واضطر الأمير إسماعيل باشا هذا الذي ذكرناه إلى التسلل من خلال نفق سري في هذه القلعة ليخرج منها إلى
إلى عقرة مع بعض أتباعه. ومن هناك التحق بحليف له وهو أمير حكاري، ويعني بدأ يخوض صراعا مريرا لاستعادة سلطانه وحكم مدينة العمادية. وفي تلك الظروف بالذات بدأ التوسع العثماني، يعني في الوقت الذي كان هذا الأمير يواجه تحديا محليا، أمير راوندوس المحلي الآن بدأ يعني يستعد لمواجهة التوسع العثماني أو محاولة العثمانيين ضرب إمارته بالمرة وإلحاقها بالحكم العثماني المباشر. وبالتالي نجح في أن يستعيد، استعداداً لهذه المواجهة، أن يستعيد مدينة العمادية مرة أخرى. والروايات هنا كثيرة متضاربة، يعني هو مرة ينتزع العمادية ومرة ويدافع عنها ثم يضطر إلى إخلائها، مما يدل على أنه كان يعمل في ضد تيارات يعني متضاربة محلية، تحديات محلية وتحديات خارجية. كان رشيد باشا الوالي سيواس الوالي العثماني يتقدم بجيشه من الأناضول باتجاه إمارته. كان والي الموصل في ذلك الوقت وهو محمد باشا إنجبي رقدار يعد العدة أيضا ويشرع بالتقدم باتجاه إمارته. وكان هذا الأمير الأخير من أمراء بهدنان يعني تلقى على كتفيه أعباء الدفاع عن إمارة أجداده وإسلافه بعد أكثر من 6 قرون من وجودها. تروي لنا المصادر أنه في أحد الحصارات التي دافع فيها عن مدينة أسلافه العمادية استخدمت المدينة كل أسباب أو وسائل الدفاع، حتى القوس والنشاب فضلاً عن البنادق وكل شيء، إلا أنها كانت تفتقر إلى المدفعية الثقيلة، في حين كان أمير سوران يعني أمير راوندوز كان يصنع المدفعية، وهذا شيء مهم، لأن يعني إمارة سوران هي أول إمارة صنعت المدفعية الثقيلة. حتى أن العماديين لجأوا إلى استخدام المنجنيقات التي يعني طواها الزمن، أنما قاموا بصنع المنجنيقات واستخدموها في الدفاع عن استقلال إمارتهم، واستخدموا سلاحا عتيقا يعني وهو ما كان يعرف بالنار الإغريقية، الزيت مخلوط بالكبريت ومواد أخرى يمكن أن يعني تلحق الضرر، تحدث كتلة من اللهب وتحدث الضرر بالمحاصرين المهاجمين للقلعة. حقيقة واجه إسماعيل باشا هذا حصارا كبيرا وقوى متعددة، وبالتالي استطاعت هذه القوى لا سيما الجيش الذي قاده محمد باشا إنجبي رقدار والي الموصل، استطاع هذا القائد الذي كان قائدا قوي شكيمة يعني جهز بقوات كبيرة، استطاع أن يصطدم بجيش إسماعيل باشا هذا وأن يلحق الهزيمة به وأن يأسره بعد صراعات طويلة ومريرة، حتى أن الروايات التاريخية تأتي مضطربة تماما لكثرة هذه الصراعات وتداخلها. على أي حال حاول إسماعيل باشا بالطرق الدبلوماسية أن يقنع محمد باشا إنجبي رقدار باستعادة حكم آبائه العمادية، ولكن شيئا من هذا لم يتحقق، وكان محمد باشا برقدار صارما تماما كما نفهم من أعماله الأخرى. لم يقضي عليه فقط وإنما قضى على الإمارات الكردية الأخرى، لا سيما إمارة سوران اللي ظهر منها الأمير محمد باشا ذكرناه قبل قليل، قضى عليها ودمر عاصمتها، فكان قد قرر بأنه لا عودة لي لحكم هذه الإمارات المستقلة أو شبه المستقلة. ونفي إسماعيل هذا إلى بغداد،
والطريف أنه في بغداد استقبله البغداديون أعظم استقبال، يعني لم يكن مجرد أميرا كسر في معركة، وإنما استقبل كأمير منتصر. خرج البغداديون لاستقباله تقديرا منهم لشجاعته، لما بلغهم من أخبار شجاعته ومقاومته، تقديرا منهم لنسبه، لأنه كان يعني كسائر أسرته تنتسب إلى النسب العباسي، تقديرا منهم إلى لأصالة بيته، لأشياء أخرى. خرج البغداديون باحتفال عظيم يستقبلون هذا الأمير الكردي الذي انكسر في معركة. ومع أن يعني هذه المعركة كان المنتصر فيها الدولة العثمانية وهم تبع للدولة العثمانية، ولكن لم يجدوا بأسا ولم يجدوا حرجا في استقباله استقبال الفاتحين. وخرج الأعيان والعلماء في استقباله وأنزلوه خير منزل في بغداد. وسرعان ما ظهر أن هذا الرجل كان يعني دبلوماسيا وكان يملك شخصية محبوبة، إذ أحبه البغداديون لسلوكه أيضا. كانت له صداقاته وكانت له أعماله الخيرية، منها أنه جدد جامع الشيخ عمر السهروردي في القريب من شارع الشيخ عمر اليوم، يعني القريب من طريق محمد بن القاسم السريع في بغداد. جدد هذا الجامع وبنى له واجهة على شكل إيوان كبير، وأنشأ إلى جانبه بستانا في تلك الأرض الجدباء، وعمر المشروع الأروائي الذي كان يغذي منطقة هذا الجامع. هي منطقة كانت يعني صحراوية مجدبة في بغداد. جدد القناة المرفوعة التي كانت تصل بالمياه، مياه الشرب، من شاطئ دجلة عند شريعة الميدان قرب الإعدادية المركزية اليوم، قرب بيت الحكمة اليوم. وكانت هذه الساقية أو هذه القناة تأخذ المياه عن طريق كرد أو دولاب يرفع من خلاله الماء إلى هذه الساقية، ويمضي يعني منسابا ليغذي مجموعة من سقايات بغداد. فقام هذا الأمير بتجديد وتعمير هذه السقاية، وكانت مرفوعة على عقود، يعني تجري من فوق البيوت، من فوق الدرابين، ومن فوق الساحات يعني، وتمضي بانسيابية محسوبة إلى هذه البستان التي أنشأها، ولإرواء السالكين في ذلك الطريق القاحل. وبنى له قصرا هناك قرب أو مقابل جامع الشيخ عمر السهروردي، وكان قصرا فخما يستقبل فيه أدباء وشعراء بغداد وهم ينشدون الشعر، ويبدو أنه كان ضليعا باللغة العربية أيضا، لأنه كان يعني منسجما تماما مع الجو الأدبي والثقافي الذي كان في بغداد في عصره. مدحه الشعراء الكبار وقدروا له يعني تاريخه وتاريخ أسرته الحافل بالأمجاد. هذا القصر يعني هدم نقض نتيجة لتعرض بغداد إلى الغرق في عام 1914 عشية الحرب العالمية الأولى، فحولته أو حولت أنقاضه الدولة العثمانية إلى مركز للجندرمة للشرطة هناك. ومع ذلك كان له لإسماعيل هذا ولأولاده وأسرته دار أخرى، قصر آخر في محلة الصابونشية في قرب الميدان في بغداد الشرقية. وكان الأدباء والساسة والحكام يزورونه في مجلسه هذا هناك، وكان أهل بغداد يقدرون له يعني تواضعه وكرمه الكبيرين. حتى والي بغداد علي رضا باشا اللاز، اللي هو كان يعني مع زميل محمد باشا انجابي رقدار، جاء في وقت واحد من أجل إعادة الحكم العثماني المباشر، وهو الذي قضى على حكم المماليك. حتى هذا الوالي كان يكن له احتراما كبيرا، و يعني
لم يلقى في بغداد إلا الاحترام، إن كان من الوالي أو من الأعيان أو من العلماء. من العلماء مثلا آل السهروردي، وكلهم كانوا من العلماء ومن الأعيان، يعني أكرموه وأكرمهم وقدروا له نسبه، لأنهم يجتمعون به معه في نسب واحد. إسماعيل باشا هذا كان إذن نموذجا لأولئك الأمراء الملوك الذين يقدر لهم أن يواجهوا العاصفة الأخيرة التي ستولي بحكمهم. هو كآخر ملوك غرناطة، كآخر خلفاء بني العباس، يعني قدر له أن يواجه التحدي الأكبر الذي سيودي بحكم سلالته وإمارته. وحقيقة لكنه لم يكن أميراً مستسلماً إطلاقاً، خاض حروباً كثيرة، واجه معارك شرسة، واجه أسلحة كانت تفوقه بكثير، حارب بكل سبيل حتى بأظافره كما يقال، حتى بالقوس والنشاب وليس فقط بالسلاح الناري المتقدم. حارب بكل وسيلة ممكنة من أجل أن يحفظ حكم إمارته وأن يبقي هذا الحكم بعد أن دام أكثر من 6 قرون، ولكنه لم ينجح لأن الظروف كانت أقوى منه، لا سيما الظروف السياسية، لأن قرار إنهاء هذه الإمارات ومنها إمارته كان قد اتخذ، وكان الوضع الدولي كله ينذر بإعادة الحكم العثماني المباشر وإنهاء السلطات المحلية هنا وهناك. ومع يعني انكساره ومع خسارته المعركة، لكنه لم ييأس حقيقة، وبعد أن فشلت كل الوسائل وأسر، ذهب إلى بغداد يعني بنوع من النفي والإقامة الجبرية، لكنه كان في بغداد مكرما، وأكرمه البغداديون ولاة وأمراء وأعيان وعامة، وصار يعد من أعيانها، وترجم الأدباء والمؤرخون ترجموا له بوصفه بغداديا، أديبا بغداديا وعالما من علمائها، حتى أننا نجد ترجمة إسماعيل باشا نقرأها في كتب التراجم التي ألفها البغداديون في هذا العصر. ولي بعض يعني بعض المناصب الإدارية في العراق في عهد لاحق، ولكن هذه يعني المناصب لم تؤدي إلى استعادة الأسرة حكمها، وإنما تولاها بصفة قائم مقام أو بصفة موظف إداري لا أكثر من هذا. مثلا هناك رواية تقول أنه ولي في عهد مدحت باشا عين قائم مقاما للبصرة بعد إلحاق البصرة ببغداد على شكل مطلق بحكم مباشر، عين قائم مقاما هناك، ومعلوماتنا بعد هذا يعني تتوقف عند وفاته عام 1871، ودفن باحتفال مهيب في مقبرة السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد، وشيع تشيعا كبيرا هذا الأمير الفذ حقيقة والمهم في سيرته وفي أعماله وفي ذكراه. ولنا حديث آخر إن شاء الله في حلقة مقبلة، والسلام عليكم.